أحفظه مجموعة صوري اللي احتفظت بيها من طفولتي لحد دلوقتي. كل لبس لبسته في فيلم من أفلامي أنا بحتفظ بيها في مخزن أنا حاطة فيه كل الملابس بتاعتي من كل فيلم لبس، ليلة ساخنة فيه، عريس من جهة أمنية فيه، خلي بالك من جيرانك موجود، وأنا طفلة في حاجات في فساتين قد كده صغننة، فمحتفظة بدول. أنا مش عارفة بعد لو جرالي حاجة وفارقت الحياة، طبعا أنا ما عنديش ابن أو بنت يقولوا أو يكلموا عليا، ليا أخت أكبر مني هي اللي عارفة في بناتها، وفي أحفاد أخويا الله يرحمه هم اللي هيكلموا عليا. فطبعا أنا مش عارفة بعد ما يجرالي حاجة وأفارق الحياة هل هيعملوا سيرة ذاتية بتاعتي. أنا أفتكر إن بلاش، عشان الوحيدة اللي السيرة الذاتية بتاعتها كانت حلوة هي سيرة ذاتية الأم كلثوم اللي عملتها الفنانة صابرين ومدام إنعام المخرجة الكبيرة. فأنا أفضل مش هتجيب منين الطفلة اللي كانت بتقلد وبعدين كبرت شوية وبعدين كبرت شوية، مش عارفة. أنا الحقيقة قلت لهم يعني الأحفاد أختي وكده، قلت لهم يا ريت ما حدش بلاش السيرة الذاتية، لأنه لو هيتكلموا عليها جايز يكونوا في ناس لسه عايشة وموجودة، فما حبش إن تيجي سيرتهم وكده، عيب ما يصحش. أفتكر أنتوا عرفتوا.